سبب قرار انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب صدمة لدول العالم، خاصة تلك التي تعتمد على عمليات الاستيراد من كييف وموسكو، من مخاوف تفاقم أسعار الغذاء وسط تحذيرات من صندوق النقد الدولي بتفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي. الاتفاقية التي سمحت منذ الصيف الماضي بالمرور الآمن للسفن من أوكرانيا عبر البحر الأسود، ووفقا لأحدث تقارير الأمم المتحدة، فالاتفاقية منذ توقيعها سمحت بتصدير نحو 31.5 مليون طن من الحبوب التي شملت الذرة وزيت عباد الشمس والقمح وغيرها، إضافة إلى أكثر من 1600 سفينة عبر البحر الأسود، كما توجهت نحو 55% من الصادرات الغذائية إلى البلدان النامية. وينذر انسحاب روسيا من الاتفاق بارتفاع أسعار الغذاء، خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل. وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا دعا اليوم الخميس إلى استعادة مبادرة حبوب البحر الأسود لمواجهة التحدي المتمثل في انعدام الأمن الغذائي العالمي، ويؤثر وقف اتفاقية الحبوب على إمدادات الغذاء للدول التي تعتمد بشكل كبير على الشحنات من أوكرانيا، لا سيما في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا. كما أكدت تقارير إعلامية أن أسعار القمح ارتفعت بشكل حاد في الأسواق العالمية بعد أن صرحت روسيا أنها ستعامل السفن المتوجهة إلى موانئ الحبوب الأوكرانية كأهداف عسكرية محتملة. في ظل ذلك يتعرض الأمن الغذائي للبلدان التي تعتمد على المنتجات الزراعية الأوكرانية للخطر، خاصة في ظل معاناة دول جنوب الكرة الأرضية من نقص وتراجع إمدادات الغذاء. وتوقعت الفاو في تقريرها الشهري أن يبلغ الإنتاج العالمي من الحبوب هذا العام 2.813 مليار طن، بزيادة 1% عن العام الماضي، كما رجحت انخفاض محاصيل القمح والشعير إلى ما دون مستوياتها في العام الماضي.